بنتي يا رب يا بنتي جي. ويمسكوا بنتي شوية على بنتي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق ديال رميساء، للعائلة الله اللي عن بهم باش يلقاوها، وتديك البنية اللي كتقرا معها في المدرسة هي بطبيعة الحال. مشاهدينا الكرام، معايا رفيقة اللي هي من المقربين للعائلة وعلى جد تواصل دائم مع رميساء. غادي نشوف ما حيتية القضية. أختي، إلا كان ممكن هذا الاختفاء ديال رميساء وهي وبنت أخرى، أنت قريبة ليك، كيفاش الكاركتير ديالها؟ هي الطابع ديالها مثل هاد السلوكيات غريبه؟ شتي الوضع ديال الام؟ عشان نقول لك هاد البنت هادي راه ما مسكينه، زعما ما ماشي ديال حتى شي حاجه من هاد، زعما ما ضانينش ان شي بنت غادي تغرها ولا تديها. كتقرا مزيان، ما مخسره ليها ماما ولا بابا في حتى شي حاجه، اللي حلات عليها فمها واللي ما حلاتش عليها فمها زعما. وهي الوحيده بنت، يعني كاع قبل ما تكون دابا مسكينه اختها واخوها، يعني ما دايرين عليها اللي ما يدار. وسبحان الله زعما مهديه ومرضيه وكل شيء، ما فيها حتى شي حاجه تلعب. نعم، انت بحكم قريبه ليا، شنو من الخيوط والعلامات الشك اللي كتقدر توحي انه ممكن تكونها فين مشات بحكم انت اللي قريبه ليها؟ شنو نقول لك، هاد البنت اللي دابا هي حاليا كاينه معاها، اللي يعني كتقرا معاها، هي اللي كيقولوا بانه كل شيء كيتشكى منها بانها ما تصلحش ليها. يعني بنت ما كتقراش مزيان بحكم رميساء جايبه 19 في شي مواد وكان عندها فرض وداك الشيء، ربما غارت منها، ربما الله اعلم، ما نعرفوش شنو كاين. يعني هذا هو الشكل اللي تنقولوا حنايا، ربما البنت هي اللي غادا بها، حقاش تلاقاو بها الناس البارح في مارينا وشافهم سيكوريتي ولا ما نعرف شكون، وقال لهم هاد البنت شفتها كتبكي، كتقول ليها نمشي، كتقول ليها الاخرى يلا يلا زيدي سكتي سكتي، زيدي يلا زيدي يلا، يعني كتزعمها. اما البنت رميساء ما مستحيل مستحيل، كون كانت غير شي وحده اللي يعني في هذيك شامين في هذيك الريحه ديال انها تكون غراها شي حاجه اخرى ولا هذا، غنكونوا باردين من هذه الناحيه. الكلام هذا قلتوه للعائله ديال 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 البنت الاخرى اللي مختفيه؟ قالوه ليهم، وهمايا الله اعلم كيفاش ديك الحرقه اللي عندهم ماشي هي الحرقه اللي عندنا حنايا. فاش كتقراي دابا؟ هي تتقرا دابا في السادس ياك رميساء؟ فاش دخلت الثامنه كتقرا. ما بان حتى شي خيط دابا الان لحد الساعه. دابا يلاه تلاقينا مع واحد البنت صاحبتها، قالت لك راه كانت مع اونلاين، ولكن التليفون ديالها كيطفى وكيشعل ملي كنديروا جي بي اس، كيعطينا فين كيمشيو ما كيلقاو والو، شويه كطفي يعني كتعرف بانها راه مراقبه. والبنت اللي معاها حتى هي قالت لنا صاحبتها راه اونلاين وما ما بلوكاتهم، تقريبا كاع اللي كتعرف بلوكاتهم، ما كاين حتى شي خيط يعني اخر فينا. اختي شكرا لك. مشاهدينا الكرام، هذه هي بعض النقط اللي تكلمت لينا عليها هذه السيده اللي هي من العائله ديال رميساء. مشاهدينا الكرام، تنطلب الله سبحانه وتعالى والتضافر الجهود بين المغاربه، نبارطاجيو باش نوصلوا لهذه البنيه، وكذلك حتى البنيه اللي معاها، وكذلك الدور في الموضوع ديال المراقبه ديال الوالدين، التتبع بشكل مدقق الاولاد ديالهم، لانه 12 سنه كتقرا في الثامنه، في لحظه من اللحظات كتختفي بهذه الطريقه، ما كايناش في الدار، الام الوضع ديالها الله اللي عن بها، والاب اللي هنا كيتطرح السؤال، ما هي المنهجيه ديال تتبع الابناء في مثل، حتى لا نقع في مثل هذه الوقائع. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع دائما للبحث عن رميساء، وسوف نوافيكم دائما بالجديد في حاله يا ربي الى التلقات. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.